السلام عليكم بزلات كتيري، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير ومبروك عواشركم في هذه الايام المباركه، وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله الله يتقبل كل دعواتكم، الله يتقبل صيامكم ان شاء الله في هذه الايام. صافي رمضان سالة للاسف، يعني بسرعه هذا رمضان مشى، فالحمد لله الله يتقبل منكم ومنا، والله يفرح كل وحدة يعني بغات شي حاجة في نيتها، الله يفرحها والله يعطيها على قد نيتها، والله يرزق كل وحدة ما عندهاش الذرية الصالحة. يا رب لهلا يخلي شي وحدة محرومة من الذرية الصالحة، يا رب يفرحها ان شاء الله. كل وحدة غتفرح عن قريب، وما تخافوش، واي وحدة كتقول لي دعي معايا، والله العظيم الا كندعي معاها في التعاليق او لا كندعي معاها من غير ما نكتب التعليق. وحاجه اخرى بغيت نقولها، بزاف ديال البنات كيقول لي دعي معنا بالزوج الصالح، هنا يعني سنين ما بغيت نقول لكم البنات غير واحد الحاجه، لانه يعني كان المبدا ديالي، كانت حياتي هادشي اللي كان كي يعني كنتو كتشوفوني، ما كنتش كان يعني شي حاجه تتحز في خاطرك ايه، ولكن ما كنتش يعني باني عليها. صافي حياتي لما كاينش ديك الحاجه راه يعني حياتي غتوقف نهائيا، حياتي كانت مستمره الحمد لله. فأي حاجة كيمنعها لك الله إلا وفيها خير لك الناس، يعني هذه حاجة حطوها في مخكم، أي حاجة ما جاتكش إلا وفيها خير لك، أو الله يعني مخبي لك ما هو أحسن، مخبي لك إيه غادي تعطل واحد شوية، غادي تجي من بعد، غادي نتسناه وغادي ندعيه بزاف، ولكن من بعد غادي تجينا شي حاجة اللي هي زوينة. فما يعني شنو تبغي انتي؟ تجيك شي حاجه اللي هي زوينه وبعد انتظار اللي هو طويل، وتحسي يعني بالفرحه وبدك يعني بدك الانتظار ديالها، وانك دعيتي بزاف بزاتك، يا اما تجيك شي حاجه اللي هي سريعه وسهله مهله، وما تفرحيش بها في حياتك، وما غاديش تكون في الاخير غتكتشفي ان ماشي هذاك الشيء اللي بغيتي. فاي حاجه الله كيمنعها لينا الا وخير لينا، وعمر الله ما غيمنع علينا شي حاجه اللي هي يعني اللي هي غادا تفرحنا وغادا تعيشنا سعيدين في حياتنا. فلهذا البنات يعني الزواج ماشي كل شيء، الاولاد ماشي كل شيء، الحياه ما كتوقفش، الحياه كتستمر، عيشوا حياتكم، ديروا داكشي اللي كتبغيه، وديروا الهوايات ديالكم، عيشوا حياتكم مع احبابكم مع والديكم. كاين بعض الاشياء نعم هي كتكون يقول لك نعمه الحياه الدنيا او لزينه الحياه الدنيا، الاولاد والزواج نص الدين، ولكن صافي واحد الحاجه ما مكتبش لينا، ما مكتبش لينا الحمد لله. المهم بلا ما نطول عليكم، غير بغيت هكذا نعطيكم واحد شويه طاقه، هكذا طاقه ايجابيه، وهاد الهضره ديالي عمرها ما تبدلات، كنت كنقول لكم مقبل يعني ما يكون حتى شي حاجه كنت كنقولها لكم. حاجه تانية بغيت نجاوب عليها البنات، شي جوج تعاليق هاد يعني جوج مرات كنشوفهم، كيقولوا لي علاش كتخلي شيخك ياكل بوحدو وانت ما تاكلوا بوحدك؟ اول حاجه البنات يعني غير باش نفهمكم واحد الحاجه، شيخي يعني من زمان مسكين كانت عنده جلطه، جاتو جلطه وجاتو في النص يعني رجلي وايديه، يعني كانوا صافي ما بقاوش كيتحركوا هكذا، ولكن مع الترويض وداك الشيء كيحاول كيمشي يعني بالعكاز وكيمشي شويه برجلي، ولكن بعد ملي دار العمليه مسكين لانه شحال ما مشاش للترويض في بلادهم في دارو هنا كيمشي للترويض وداك الشيء، ولكن هنا للاسف من بعد العمليه بدا داك سميتو هاد ديال الفيروس وهاد الشيء، وخفنا نديو شي مستشفى ولا شي حاجه، جبنا لي وحده هنا دارت ليه الترويض، ولكن ما عجبوش، ضروري خصو الترويض في المستشفى، فلهذا ما تيموتش بزاف يعني غير مع محمد، ولا بغى يمشي اعزكم الله للتواليت ولا شي حاجه. تاني حاجه هو ما كيقدرش يبرك بزاف يعني على الكرسي، ما كيقدرش يبرك، يستحمل بزاف على الكرسي، فكنخليوه على راحته في السرير، ناعس في السرير مغطي، كنجيب ليه الصينيه ديالو فيها كل شيء موجود، يعني عصيره، حنا برا راه كما كتعرفوا عندي الصاله. بالنسبه للصاله حاجه تانية، انا ما كنقدرش نبرك، يعني ما نقدرش نبرك ونبقى محنيه هكذا، ضروري خاصني سميتو خاصني الكراسه، الكرسي، حتى الكرسي اللي في الكوزينه ما كنرتاحش ليه، الا شفتوني في التصوير في الاخير انا ما مرتاحاش، راه ملي كنقطع التصوير كنجيب كرسي اخر ونحط عليه رجليا، ما كنقدرش نبرك وما كنقدرش يعني هكذا شي حاجه تكون محدوره.
وشيخي عزيز علي التلفازه ضروري خصو يتفرج، يعني ياكل ويتفرج. وحاجه ثانيه ما قلت لكم لا انه ما كيصومش، يعني الصباح كان نوجد لي فطور عادي وغدا عادي، وفي وقت فطورنا حنا راه بحال غير العشاء ولا شي حاجه هكذايا. وبالنسبه للطاوله اللي عندي في الكوزينه راه ما نقدرش نخرجها برا، يعني نقدر نخرجوا برا وناكلوها هكذا ونحطها كما كانت محطوطه قبل، ولكن ما نقدرش نخرجها لاني انا ملي كنكون في الكوزينه كنطيب كنبرك عليها، ما كنبقاش واقفه بزاف. الناس قالوا لي ما توقفيش بزاف، راه ما كنبقاش واقفه كنبرك عليها. وحتى محمد ملي كان ساليو الفطور وداك الشيء كان كيهز المعان كيحطهم في وسط الحوض، يا اما كيغسلهم يا اما كيخليهم هكذا تي كيجي من الخدمه. هذا الشيء فقط اللي كاين، اما راه الشيخ حنا دائما معاه ملي كي يعني ملي كان فطرو داك الشيء محمد كيخرج يبرك معاه وداك الشيء. انا كنرتاح على السرير كنحاول اني نريح ظهري شويه، فكيخرج يبرك معاه حتى كيجي وقت الخدمه وكيمشي وديما معانا. يعني راه مستحيل انك تخلي شي واحد على انا، راه بحالو بحال الاب ديالي بحال الام ديالي عندي في الدار، واش غادي نخليها بوحدها وندخل مثلا أنا. لا لانه ما صايمش، يعني راه هادشي اللي كاين. شرحت لكم بزاف ياك، غير ما تنبغيش هكذا بنادي تقلقوا مني ولا شي حاجه، ولكن الحمد لله راه ما كاين حتى شي حاجه، راه معايا وفي عينيا تا يبغي يمشي لدارو. ايه وصافي هادشي اللي كاين البنات. المهم دابا غادي نبداو الفيديو على بركه الله، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، نتمنى يكون خفيف ظريف على قلوبكم، كون ما طولش عليكم بزاف دو 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 ناري 6 دقائق. المهم نبداو الفيديو ونشوفوا واش غادي يكون فيه اليوم ان شاء الله، ونتمنى يعجبكم. المهم هنا اول حاجه البنات غادي نديرها هي العصير، غادي ندير عصير مصري ديال الكركدي. المهم هذه باش نوريكم ديال الكركدي، هاد زهرة الكركدي اللي عندنا كتسرى كاينه عند العطار في المغرب زوينه وصحيه. وعندي التمر الهندي. المهم هاد العصير سميتو هنا في مصر العناب، واقف غنغسلو نحيد منو هادشي. بالنسبه للكركدي غير غسلو، بالنسبه للتمر الهندي كديرو هكداك. المهم هنا كما قلت لكم هذا هو التمر الهندي كيكون على هذا الشكل، الكركدي كيكون على هذا الشكل، كيجي هذا العصير زوين البنات. انا كنخلطو مع التمر الهندي كيتسمى عناب، اما الا درتو غير بوحدو كيتسمى عصير الكركدي. كنديرو قبل بلي الا كنرقدو في الماء، ثاني يوم كنصفيه كيكون طلق. ولكن دابا لان البارح كنت عيانه شويه ما قدرتش الصراحه باش نديرو، فصافي دابا غادي نديرو فوق الماء وغادي نغليه. غادي نوريكم داك الكيس ديال التمر الهندي. المهم ما هو الكيس ديال التمر الهندي كيفاش كيكون البنات، هذا هو الشكل ديال التمر الهندي، ما عرفتش هذا واش كاين في المغرب ولا لا. وهذا هو الشكل ديالو، هذا كيس كندير منه غير شويه شويه وراه كيدير طعم. هذا راه يدير لكم تقريبا شي جوج اترو ديال العصير. كما قلت لكم كتشلوه الا نتوما يعني متاكدين منه انه نقي وداك الشيء، صافي كتخليه، وما متاكدينش منه كتشلوه. صافي هنا البنات كما كتشوفوا انا غير شللتو شويه هاد الكركدي، وغادي تحتاجوا هنا عندكم الماء باش غديروا. انا كما قلت لكم من الاحسن ترقدوه بالليل احسن لكم، ما تغليوش. بالنسبه للناس اللي عندها انا علاش ما كنديرش هاد الكركدي بوحدو، لانه كينزل ليا الضغط. بالنسبه للناس اللي عندها شو سميتو عندها طونسيو اولا الضغط عندها عالي، راه زوينه هاد الكركدي يشربوها، ولكن ما تشربيهاش سخونه شربيها بارده. اما بالنسبه للناس اللي عندها الضغط نازل كيشربوها سخونه. فانا بالنسبه لي ملي كنخلطو مع التمر الهندي كصافي ما كتنزل ليا ما كتطلع ليا. فهنا كما قلت لكم كنديروا السكر. المهم شوفوا نتوما السكر على حسب الحاله، حسب الحلاوه اللي كتبغيو. انا غندير هنا غير 3 معالق وراه كياخذ كثر من 3 لانه باقيين غتزيدوا فيه الماء ملي غادي يغلي. كما قلت لكم هذه الكميه، المهم غير كميشه هكذا كيخرج لكم شي 2 لتر ديال العصير تقريبا اولا 2.5. وكيجي زوين البنات والله كيروي. المهم انا هنا غنخليه باش يغلي فوق النار واحد تقريبا 10 دقائق ربع ساعه، بعد ذلك غادي نصفي، غادي نزيد عليه الماء، نزيد عليه تقريبا 1.5 لتر ديال الماء، نديرو في القرعي باش يلا يبرد ليا. المهم هنا البنات غادي نعجن العجينه ديال البيتزا اللي غادي ندير منها صبعي جرح. العجينه ديال البيتزا اللي غندير منها واحد جوج اشكال، غندير منها بيتزا هذه كتخرج لكم جوج بيتزات كبار. غادي نخرج منها قوه الله كبار بلاتي غنرجع لكم البنات.
المهم كما قلت لكم البنات، هاد يعني هاد الكميه ديال العجين كتخرج لنا واحد جوج ديال جوج ديال بيتزات كبار. المهم بالنسبه للمقادير اولا بالنسبه للطريقه اللي غنديرها بها، انا غادي ندير واحد البيتزا المهم خضار هكذايا بالعادي والجبنه، وغندير الطونه اولا غندير الدجاج، المهم غنشوف شنو اللي عندي. والثانية غادي نديرها بواحد الطريقه سميتها عيش البلبل، اللي هي كتكون جبنه بحال جبنه مالحه، جبنه فيتا، اولا تقدروا ديروا الجبنه الفيلا فيلادلفيا اولا جبلي، وفوق منه كيجي الموزاريلا وكتجي العسل كتجي زوينه. المهم هنا بالنسبه للمقادير عندي ثلاثه الاكواب ديال الطحين، عندي ثلاثه معالق ديال زيت الزيتون، وعندي معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال الخميره. سمحوا لي البنات والله. المهم غنقبلوا عليه وصافي. وعندي انا غنسمها بالثوم بودره وبالبصل بودره كما قلت لكم. بالنسبه للمقادير غنخليهم لكم في اول تعليق في التعليق لتحت مثبت، باش هكذا كلشي يعرف يمشي ليهم، انا صندوق الوصف ماشي كلشي كيعرف ليهم. المهم صافي غادي نجمعهم غير بالماء دافي، هذه ما كتدلك ما حتى شي حاجه، غير كتجمعيها وصافي. المهم انا غادي نديها للطابله تما نبركها هكذا باش نكون مرتاحه، وغادي نجمعها. خصنا مثلا العجينه، هاد العجينه راه تقدروا تخزنوها ولكن كتخليوها تتعجنوها وتخليوها تخمر. من بعد ملي كتخمر كديروها في كيس وكديروها في الثلاجه الوقت اللي كتبغيوها البنات، كتجبدوها صافي كتخليوها كتفك شويه وكتخدموا بها نيل راه كتجي بحال يلا يعني بحال يلا عجينه. انا بالنسبه لي هاد العجينه هادي كنظن غادي نقسمها على جوج، نص غادي يعني نص نديرو في الكيس ونديرو في الفريزر بعد ما تخمر، النص الاول غادي نقسمه على جوج غادي ندير به البسطيله. ما كنبغيش تكثر الماكله بزاف باش ما تبقاش ليا الصراحه، لانه انا ما كناكلش بزاف محمد هاد المعجنات وهادشي اللي كيقولوا مشاو بزاف غير طايف هكذايا صافي. انا كنديرهم غير على قبلكم هكذا الى المهم باش تاخذوا افكار، وحتى انا بعض الاحيان هكذا في اللي كيجيني جوج كنبغي شي حاجه ناشفه. اما اغلبيه الاكل ديالي كيكون يعني كيكون صحي، خضره فواكه عصائر داكشي البيض يعني الحاجه اللي كتكون فيها الخضر مثلا كناكلها. انا غندير فيها الخضار، وغندير في الثانيه كما قلت لكم الجبن، الجبن حتى هو مزيان هو غدا يعني غدا نقدر ناكل منها. وصافي هادشي اللي كاين دابا، غدا نخليها تخمر، غادي ندوز لشي دجاج باش نحطو فيه تقسيم شويه ديال صدور الدجاج، شويه ديال الزنجبيل، شويه ديال الملح والخل. غادي نقطعو. بالنسبه للدجاج غادي ندير فته ديال الشاورما، كنشاورم معكم شحال هادي ما عرفتش الناس بزاف كيسولوني عليها، ما عرفتش فين الهضره داك الفيديو. صافي غادي نقطعها دابا معكم ونوريكم الخضر اللي غنديرو فيها، نوريكم الطريقه وكلشي كتجي سهله. المهم هاد الفطور البنات يعني راه تقريبا كيحضر في ساعه ساعه ونص الا كنت عيانه مهلوكه مع يعني ما قادر دير حتى شي حاجه، راه دغيا كيحضر. بالنسبه لي انا اليوم الصراحه يعني راكم شايفين تقدروا تشوفوا وجهي كيفاش داير، فا بغيت ندير غير شي حاجه هكا سريعه ولكن كنبغي ندير شي حاجه هكا منوعه. فهادشي اللي كاين البنات، يلا المهم هنا بالنسبه للرز اللي غادي نرافقه مع الفته ديال الشاورما، راه كنت شاركت معكم من قبل، المهم ما تخلعوش.
ما غاديش ناكلو انا هذا الرز، يعني غناكل غير الدجاج، داكشي ما كيتقال عليا. لان البنات قال لي تقاي ديري قرنفل داكشي سخون. ففي الاول كندير شويه ديال الزيت اولا شويه ديال الزبده، كندير شويه ديال القرنفل اولا يعني ثلاثه حبات قرنفل، ورقه الغار، وشويه ديال الهيل، وشويه ديال الكركم، باش كيعطينا داك اللون الاصفر، وهذوك المنكهات باش ينكه لينا الرز ما يجيش هكذا باسل. فالمهم هاد الرز انا ما كليتوش، كليت غير الدجاج والشوربه. ما تعرفوا اصلا علاش انا ما كليتش اصلا هاد النهار، غادي تعرفوا ان شاء الله في الفيديو. فالمهم كما قلت لكم هنا كتبقاو هكذا شويه تديروهم مع الزيت باش كيطلقوا داك هكذا دوك النكهه ديالهم صافي. وكديروا الكركم اولا كديروا الخرقوم اولا كديروا ملون زعفران الى عندكم، تديروا شويه ديال الملحه يعني على حسب كميه الرز. تديروا الرز البسمتي اللي هو داك الرز الطويله هكذا، هذا هو اللي كيجي زوين في هاد الفته ديال الدجاج، راه كيجي زوين البنات، اولا فته ديال الشاورما صافي. وكتحركوا معاه هكذا شويه، كتحركوه باش يعني داك يتجانس كلشي، كتكونوا مجهزين عندكم الماء مغلي. بالنسبه لهذا الرز البسمتي البنات، كل كاس من الرز كياخذ تقريبا جوج كؤوس من الماء، ماشي بحال الرز الثاني هذاك القصيهور او هذاك الرز المصري او الرز اللي كنديروه في السمكواري، فهذا كياخذ كميه كبيره من الماء، يعني كياخذ كل كاس رز كياخذ كاسين من الماء، نفس قياس الكاس اللي يعبرتو به الرز صافي. من بعد يعني كتنقصوا عليه، ملي كديروا الماء هكذا كتنقصوا عليه وكتخليوه كيطيب على خاطره، يعني كتنقصوا عليه النار اخر حاجه بحال كيطيب على الفاخر. هذه الطريقه هذا كيجيكم حبه حبه هكذا، كل حبه بوحدها، وكيجيكم يعني كما كيقولوا مفلفل. صافي، وهذا الشيء اللي كاين يعني، وكيكون عندكم الرز ديال فتت شاورما جاهز. ومن بعد غادي نوريكم الصوص اللي غادي تكون مرافقه ليها ولا اللي غنديروها فوق من الصلصه ديال البيتزا. درت هنا واحد جوج بطيشات اولا جوج ديال الطماطم، قطعتهم قشرتهم وقطعتهم، درت عليهم شويه ديال الفلفل الاسود، شويه الملحه، شويه ديال سميتو الزعتر وزعتره، وشويه ديال الثوم والزيت، وشويه ديال التحميره صافي. غنحطهم فوق النار هكذا حتى يدبلوا شويه، المهم حتى ديك طماطم كتهكدا كتذوب صافي، وغادي نخليها تبرد من بعد نستعملها. بالنسبه للشاورما البنات، كما كتشوفوا هنا درت شويه ديال الزيت ودرتها فوق النار، راه صدور الدجاج بسرعه كيطيبوا، ما كيتعطلوش نهائيا في الطياب صافي. غير هكذا كنقليهم شويه حتى كنحسهم نشفوا، بعد ذلك كنضيف عليهم الخضار اللي هي البصل، الفلفل الاخضر، طماطم، والثوم، قطع ديال الثوم كنضيفهم بهذا الشكل، كنضيف البصل ديالي. راه يعني بالنسبه لهاد الوصفه هذه، الخضار ما كتخليوهاش حتى كتذبل بزاف، يعني صافي حتى ما كتبقاش باينه، لا كتبقى فيها شويه باينه، يعني كتخليوها شويه هكذا شاده في راسها باش كتجينا زوينه، وباش كيجينا داك القرمشه ديال الخضار. ويعني في الاساس حنا الخضار الا مشينا طيبناها بزاف راه كتفقد داك يعني داك الفايده اللي فيها، وحنا ما شاء الله علينا كنسدو عليها في الكوكوت وكنهريوها يعني ماشي غير كتفقد داك الشيء اللي فيها، راه صافي كتهرى. يعني حاولوا دائما تخليوها هكذا الخضار شويه شاده في راسها، يعني ما تخليوهاش تدبل، يعني حتى كتفقد ديك الفوائد اللي فيها، خصوصا في هذا الوقت البنات. يعني على قد ما نقدروا نخليو الخضار شويه يعني هكذا شاده في راسها، وناكلو حتى الخضار اللي هي فريش. هنا البنات بالنسبه للعجين ديالي بعد ما خمر وداكشي صافي سرحتو، راه قلت لكم كيخرج هادوك جوج كرات كبار ديال البيتزا. درت النص، كنت غندير صراحه جوج ديال البيتزات، ولكن قلت بناقص عليا من تماره، درت واحده سرحتها داك فوق الكرسي هكذا وسرحتها غير بيديا، وقسمت على النص، نص درتو بيتزا والنص الثاني غادي نديرو شنو كيسميو عيش البلبل اولا الجبنه.
ايوا البنات شغنقول نقول لكم راكم سمعتوا. كنت قالت سمع ليا ما بيا كان ندير في البيتزا، شعلت الفران غير شي تقريبا شي 3 دقائق باش شعلته، حتى كنسمع في داك الشي كيتفرقع الزجاج ديال الفران تفرقع. ما نكذبش عليكم انا كنت حاب راسي ما تخلعتش. محمد من بعد كيسولني كيقول لا راه ما تخلعتش، لقيت راسي نقص من فوق الكرسي يعني واحد الصوت والله راه يمكن نتوما سمعتوه في الفيديو كيفاش، ولكن جاب الله انا بعيده عليا يعني باركه في الكرسي ما مقرباش لي لانه السخونيه ما كنبغيش نبرك حداها. فاش غادي نقول لكم شيخي مسكين تخلع شيخي، ولا كيقول لك عيط لي انا ما قادرش يعني ما قادرش نهضر ما قادرش نجاوب، مصدومه من داكشي اللي شفتو. عمرني ما كنت كنتخيل انه يعني ممكن يتفرقع بحال هكايا، ولا لان الفرن ديالي يعني محافظه عليه وكنظفو ما فيه حتى شي حاجه يعني اللي غادي زعما نقولوا راه تاكل داك الدجاج ولا. فاستغربت بقيت غير كنشوف فيه، حتى محمد كان ناعس لانه كيخدم بالليل ما قدرتش نفيقه، بقيت واقفه لقيتو تلقيتو واقف ليا فوق راسي كيقول لي شنو كان يعني غير كنعاد لي بايدي هكذا كيقول لي الفراد، تقولي صافي معليش معليش المهم ان ما جاتش فيك انت هي ماشي مشكل. والله العظيم الا بقيت كنشوف فيه عزيز عليا مسكين هاد الفران بزاف، لانه معايا من نهار اللي جيت لمصر من 2015 تقريبا، ولي كنشوفك تقول كأنه جديد يعني سبحان الله. ف يعني قدر الله ما شاء فعل، المهم انه يعني ما كنتش حداه، لو كنت حداك راني طرت. فكنت بعيدة علي واحد شويه باركه في داك الكرسي اللي حدا البيتزا، عشان نقول لكم داك الزجاج تفتفت تفتفت يعني طار. فاش غادي نقول لكم الله العظيم يعني الله يحفظنا وصافي من هاد الفرن وهاد الشيء ديال البوطاكاز وهاد الشيء كيخلع الواحد الا ما ردش معاه البال كيخلع بزاف. قال داك الدجاج لتحت طار فوق لافابو من الفوق تحت طوابل العينه من جمع محمد مسكين ناض كيجمع فيه وناض كيديرو. ايوا واش غادي نقول لكم البنات راه هو كيسمع فيكم باقي كيما هو مسكين. المصيبه انه هذا الفران فيه جوج يعني فيه جوج ديال الزجاج، وحده كتكون برا وحده لداخل، كما كتشوفوا كاين جوج الوان، وحده هذيك هي الكحله والاخرى للداخل. وشوفوه واخا هكذاك راه ما مفكش معاه. شعلته باش غندخل بيتزا يعني لانه ما عنديش حاله شنو غندير ليها نرميها، فشعلته يعني غندير فيه البيتزا باش طيب. والرحيم الله ديك الساعه دابا باش نشوفوا له حل. ومن بعد عرفت الناس من بعد مني يعني استوعبت اشنو طرا، بقيت كنضحك جاتني بحال الهستيريا ديال الضحك سبحان الله، بقيت كنضحك يعني كنقول الحمد لله قدر الله وما شاء فعل صافي تهرس. المهم انا ما كنتش حداه، حنا ما كناش حداه. شيخي مسكين كيقول ياك ما كنتي واقفه حدايا، ياك ما طرات لك شي حاجه ياك ما، قلت ليه لا راه ما كنت بعيده عليه شويه لان يعني هو برا في الصاله. فسمع داك محمد مازال كان في الغرفه لداخل وسد عليه وسمع داك التفرقيع ديال الدجاج. فالحمد لله يعني هذا شي حاجه المهم تجي فاش ما بغات غير تبعد على الواحد وصافي. ايوا المهم بقينا هكذاك عرفتوا تخيلوا امتى تفرقع عليا وقت الاذان بشي 10 دقائق، يعني هو كيأذن وحنا مازال كنجمعوا في الزجاج ومازال كان حيدو في سميتو في داك الزجاج اللي طار فوق الطابله وداك الشيء. فوالله العظيم عرفتو زعما اليوم حفظني الله وصافي. والله العظيم شديت في راسي يعني تخلعت، شفتو ديك الغوته تخلعت ومع ذلك بقيت هكا شديت في راسي وقفت ما يعني ما خليتش راسي باش يعني سبحان الله الناس في الناس والقرعه في مشيت الراس. انا قلت صافي يمشي، ولكن كون ما كانش يعني كون ما كانتش حالتي انا غيبقى هي الصراحه، لكن الحمد لله قلت مني غير دقدق بعيد عليا وانا في هذه الحاله غير يمشي ماشي مشكل، كل حاجه تعوض نصور ان شاء الله من بعد. ايوا صافي البنات المهم جمعنا داك الساج كملنا الفطور ديالنا، ما عقلتش عليه الصراحه انا دخلت والله العظيم ما بقيتش عرفت داك الفتت شاورما ما بقيتش عرفت كيفاش نكملها. المهم هنا درت داك الصوص ديالها ما شاركتوش معاكم غير سمحوا لي وصافي والله. المهم فيها الزبادي فيها الطحينه، الزبادي هو ده ممصوص وكديروا شويه الماء هكذا باش تخفوا ديك الطحينه، وكتحكوا عليه واحد الثومه صافي، وكديروا شويه ديال الفلفل الاسود شويه ديال الملح وكتخلطوا هكذا كتخفوا كتولي بحال شكل داك الخليط ديال الكيكه بحال هكذاك. هذيك هي الصوص ديال فتت الشاورما. ومحمد كيدير السلطه باش غادي نفطروا.
ادرا ادن عرفتوا راه ادن صافي يعني ادن المغرب ديك الساعه. فمحمد صراحه ملي جا من الخدمه مشكين قال لي نعاونك وداك الشيء، قلت لي لا غير نعس انت شويه من بعد ونوض دير سلطه وكمل عصير وداك الشيء. حيتاش انا كنطيب مثلا حاجه كندير حاجه وحده وكنرتاح شويه، يا اما كان بريك يا اما كنمشي نريح ظهري شويه ومن بعد كنرجع ندير حاجه اخرى. راه البنات حدي حد الكوزينه راه ما كندير شي حاجه اخرى الا اذا مثلا كانوا شي معنات شويه هكذا كنغسلهم اولا كننظف الحمام عزكم الله، حاجه اخرى ما كنديرهاش يعني داري لو كنشوفوها تخلعوا كما هي. خلات اختي قالت لي واخا تشوفي الفاعي خارجين منها خليها غمضي عينك، وكنغمض عيني الصراحه ما نكذبش عليكم يعني ما كنديرش شي، لا كنهز ولا كنحط ولا كنشطب ولا اخرتي الكوزينه فقط لا غير. فهادشي اللي كاين البنات كما قلت لكم هنا غنديروا السلطه صافي، وغدا هكذا نبداو نجهزوا في الفطور ديالنا ونشوفوا شنو كاين. المهم هنا البنات كما كتشوفوا هالبيتزا كطيب في الفران بحال فمو مسكين كان زوين والله العظيم كان مفركس دابا داك كلشي داك التفركيس ديالو مشى، داك الزاج هو اللي كان مفركس الصراحه. المهم صافي هنا طابت خرجتها. بالنسبه لداك عش البلبل درت فوق بنو جبنه فيتا او لا تديروا جبنه فيلاديلفيا او تديروا الجبنه الجبلي كديروا فوق منها الموزاريلا، ملي تخرج كديروا فوق منها العسل. وبالنسبه للبيتزا راه عاليه يعني راكم شايفين عارفين الطريقه ديالها، انا غير درت نص نص باش هكذا ما نبقاش نتعب راسي. صافي هكذا كيكون جاهز عندنا الاكل ديالنا، غير سمحوا لي النهار والله العظيم الطاوله ما عرفتش كيفاش تحضرتها. هذه هي البيتزا من بعد كديروا فوق منها العسل، ودرت الشوربه ديال لسان عصفور او لسان الطير، والفته غير حطيتها وخربقتها وحطيت فوق من هذيك الصوص. صافي وكاين هذيك الصوص ديال الطحينه والعصير عصير ديال العنب. فهاد الشيء اللي كاين البنات، كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف ظريف، والله يحضر السلامه ردوا البال البنات يعني الفرن البوطاغاز للانبوبه او للبوطه ردوا البال، راه هذا الشيء يعني ما تتعرفيش امتى هذا الشيء كيطرى، ديما خليكم بعيد عليها ما تبقاوش مقربين ليها الصراحه، لانه هذا الشيء ولا كيخلع. انا دابا وليت كنبعد عليه كنحط الحاجه وكنهرب كنبرك في الكرسي طلعت راه شي حاجه طرى بعيده عليا. ونقول لكم مع السلامه، وسمحوا لي البنات طولت عليكم في هذا الفيديو، كنتمنى هكذا يكون فاتكم ولو فكره واحده، وان شاء الله نشوفكم في فيديو ثاني. ما تساونيش من الدعوات ديالكم، ما تساونيش من التعاليق ديالكم، وشكرا لكم حبيباتي.